بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هي أطول آية في القرآن؟ ولماذا أنزل الله هذه الآية بالذات؟ وأين وضعت؟ ما هي الأسرار التي فيها؟ عن ماذا تتحدث؟ الحقيقة هذا نوع من أنواع التدبر. الله أمرنا أن نتدبر هذا القرآن العظيم. كل شيء في القرآن بحكمة، لا يوجد شيء واحد عبثا. الصحابة الكرام يؤكدون في العديد من الأحاديث أن آخر ما نزل من القرآن نصوص تتعلق بالربا والمعاملات والديون والتجارة والبيع، لأن هذا الأمر هو الهم اليومي لكل البشر. يعني الإنسان يصلي 5 أوقات، كلها تأخذ معك نصف ساعة أو ساعة أو ربع، يعني حسب طول الصلاة. الزكاة تزكي في دقائق، تستطيع أن تدفع الزكاة. أي عمل يمكن أن تقضيه، إلا موضوع الدين والبيع. يعني يذهب الإنسان في تجارته أحياناً، يجلس 10 ساعات وهو يبيع ويشتري. فكان لابد أن تختم هذه الرسالة بآيات تتعلق بعملية البيع وكاتب العدل والشهود والرهان المقبوضة وغير ذلك. طيب، دعوني أولا أتأمل معكم هذه الآية الكريمة، أطول آية من القرآن العظيم، آية الدين. سميت هكذا، يعني هذا اسم هكذا اصطلح على تسميتها، آية الدين. هي أطول آية في القرآن، تتحدث عن القوانين التي تنظم العمليات التجارية بين الناس. وهذا سبق قرآني مهم في علم المعاملات وقوانين المعاملات. يعني هذا يدلك على أن الإسلام دين حياة، يعني ليس أن تضع القرآن وتتبرك به هكذا، لا، مثل بقية الأديان للتبرك. القرآن هو كتاب ينظم كل شيء في حياتك، كل ذرة في حياتك ينظمها القرآن العظيم. فالقرآن كتاب صالح لكل زمان ومكان، وهذه المقولة للأسف ينكرها بعض المشككين. وكأن الله عز وجل عندما أنزل القرآن لا يعلم أن الزمن سيتطور، وهناك تكنولوجيا، وهناك عصر الفضاء، وهناك أشياء كثيرة ستتغير، فينزل كتابا لبيئة فقط واحدة ثم يفرضه على جميع البشر لكل العصور. لو كان القرآن صالحا فقط لزمانه، انتبه أخي الحبيب، لو كان صالحا فقط لذلك الزمان، إذن سيظهر كل فترة قرآن جديد يناسب البيئة التي نزل فيها. ولكن القرآن لم ينزل لقريش، ولم ينزل للقرن 7 الميلادي، ولم ينزل للناس في ذلك الوقت، نزل للناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نذيرا للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما معنى العالمين؟ للكون كله، الإنس والجن، على مدى السنين والأزمنة والعصور حتى يوم القيامة. طيب، كيف نعلم أنه صالح لكل زمان ومكان؟ دعونا نتأمل هذه الآية، آية واحدة فقط سأتدبرها معكم بسرعة. طبعا هو شامل لكل العلوم في حياته، يعني نحن إذا رجعنا فقط لفيديوهات الإعجاز العلمي، يعني أنا وضعت على قناتي على يوتيوب أكثر من 1000 فيديو عن الإعجاز العلمي، وهذه حقيقة لا تشكل إلا جزء بسيط مما هو موجود في القرآن. نحن كل يوم نضع شيء جديد ولا لا يكاد ينتهي يعني. فهذا يدلك على أن القرآن كتاب علم، بينما القوانين التي وضعها البشر ويفتخر رجال القانون باكتشافها
وغيروها وبدلوها حتى أصبحت يعني بشكل يناسب هذا العصر نجدها في القرآن. إذن هو مناسب لكل زمان ومكان. طبعا من هذه القوانين ما ينظم الدين والعقود والبيع والشراء وما يسمى بنظام الكاتب بالعدل، هذا نظام توثيق معروف يعني حديثا وكل الدنيا تعمل به. هذا النظام وضعه القرآن على فكرة يعني، وسنكتشف هذا. طبعا إذا ما تأملنا نجد أن نظام البيوع يعالج العديد من القوانين وجميعها موجودة في القرآن بصورة أكثر بلاغة ووضوحا. طبعا سوف نعدد بعض الأنظمة التي وضعها رجال القانون في فرنسا مثلا منذ أكثر من قرنين، وأخذتها معظم الدول العربية فيما بعد على أنها نتاج الحضارة الغربية المتقدمة. نحن للأسف أخذنا بعض الدول العربية أخذ القوانين من فرنسا أو من بريطانيا أو من أمريكا على أساس أنها نتاج لباحثين وسنوات من البحث والتجربة، ولكن دعونا نرى هل هذا صحيح؟ تبين بعد ذلك أن هذه القوانين هي ذاتها في كتاب الله تبارك وتعالى. والذي يثير العجب أن الله تعالى جمع كل هذه المعاملات في آية واحدة من القرآن، وهي آية الدين، وهي آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى. دعوني أتأمل معكم هذه المعجزة. طبعا آية الدين هذه أيها الأحبة، هذه آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وتختم قوله تعالى: والله بكل شيء عليم. انظروا هذه عبارة قوية جدا، لأن معظم عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها الناس يغفلون أن الله عليم بكل شيء. يتحايلون على القانون الذي وضعه البشر ويتحايلون على الناس، ولكن ينسى أن الله أعلم به وأعلم بما يفعل. لذلك هذه الآية من الضروري أن تختم بهذه الخاتمة: والله بكل شيء عليم. الله يقول لك أنت إذا غششت الله بكل شيء عليم، إذا تحايلت الله بكل شيء عليم، إذا خدعت من أمامك وأوهمته أن هذه القطعة جيدة وهي فيها عطل، الله بكل شيء عليم. لذلك هذه العبارة تحاصرك كيفما اتجهت. طيب دعوني أبدأ معكم بنظام التوثيق. في القرن السابع الميلادي لم يكن مألوفا لدى العرب أو غالبية الأمم توثيق عقود البيع، ما يسمى بعقود البيع والشراء وتوثيقها، عملية التوثيق والشهود والكاتب بالعدل وكذا. لم يكن هذا الأمر معروفا أو شائعا أو منتشرا، كانت العمليات التجارية تتم عشوائيا، قرصنة أو خداع أو هكذا بالشفهيا أو بأساليب مختلفة دون أي تنظيم. ربما هناك تنظيم في حدود ضيقة جدا. هذا الوضع بقي على ما عليه حتى جاء الإسلام، عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتوثيق العمليات التجارية بين الناس، واعتبر ذلك جزءا من الدين، يعني لكي تزيل الوهم وتزيل الشك وتزيل الريب يجب أن توثق وتكتب، مع العلم أنه نبي أمي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا النظام لم يأتي به من تلقاء نفسه، هو من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، سؤال للملحد: ما الذي يهمه بكتابة العقود؟ لماذا يأمر، هنا فعل أمر يعني، هنا فريضة هذه وليست مجرد يعني كلام،
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر من الله. طيب نبي، أنت تقول أيها الملحد، طبعا أنا أخاطب ملحد وهمي يعني أتخيله أمامي، النبي جاء للشهرة والسلطة والمال والنساء والآخرين، طيب ماذا سيستفيد وهو في آخر أيام حياته يوصي الناس بتوثيق عقود البيع والشراء؟ بالله عليك، يعني إنسان الدكتاتور المجرم الذي يحب النساء الذي ضحك على عقول الناس، في نهاية حياته يجلس مع الفتيات الجميلات يستمتع بالمال ولا يهتم بكل هذا الكلام، يعني لماذا كان حريصا عليهم فاكتبوه؟ لأنه يريد أن ينظم حياتهم بعده، لأنه يعلم أنه ميت. والإنسان الذي يدرك الموت ويعلم أنه ميت ويعمل لما بعد الموت هذا إنسان صادق. لا تقنعني أن هناك إنسان ظالم مجرم زير نساء يعمل لما بعد الموت. أين هو؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل لما بعد الموت ويعمل لمصلحة أمته، وأمة النبي هي كل البشر، هو أرسل لكل البشر. إذن أول تنظيم للعمليات التجارية متى كان؟ تم في العهد الإسلامي. في العصر الحديث جاءت الثورة الفرنسية وبدأت بعدها صياغة مجموعة من القوانين التي تنظم عمليات البيع والشراء والعمليات التجارية. هذه القوانين ذاتها هي التي نجدها في القرآن العظيم. طيب، نظام الكاتب بالعدل رقم 2، قال تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل. بالله عليكم، يعني نبي كريم رحيم بالمؤمنين، أنا طبعا لماذا أخاطب ملحد وهمي أمامي أخي الحبيب؟ لكي تدرك نعمة الله عليك، لكي تدرك أن هذا القرآن، تدرك تشعر بقيمة القرآن. يعني أنت متى تشعر بنعمة الصحة؟ عندما ترى مريضا. متى تشعر بنعمة البصر؟ عندما ترى كفيفا. متى تشعر بنعمة الأمان؟ عندما ترى إنسانا غير آمن في حروب. متى تشعر بنعمة الماء الذي تشربه؟ عندما تعطش. متى تشعر بقيمة القرآن؟ انظر إلى الملحد. تشعر بقيمة هذا القرآن. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب الملحدون الآن يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء جديد إلا الإرهاب والقتل إلى آخره كلام يعني. طيب هذا نظام الكاتب بالعدل من أين جاء به؟ أين نجده يعني في الكتب السابقة؟ حتى لو كان يعني الكتب السابقة أكيد فيها، الكتب الأصلية يعني غير محرفة فيها إعجاز وفيها كلها يعني الكتب كلها من عند الله، فلا بد من وجود إعجاز فيها. ولكن الكتب الحالية محرفة، الكتاب الوحيد الذي لم يحرف هو القرآن، لأننا حتى الآن لم نجد فيه كلمة تناقض العلم الحديث. أنا درست القرآن فيه الذي بين أيدينا اليوم، فيه بالضبط 77,432 كلمة، لا توجد كلمة واحدة تناقض حقيقة علمية. فماذا تريد أكثر من ذلك؟ إذا كان لديك شيء يناقض الحقائق العلمية أرسله لنا. وهذا جديد يقدمه القرآن، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لذلك القرآن يهدف لتوثيق عمليات البيع والشراء بين الناس، وهو نظام قرآني وليس نظام غربي، ليس نظام فرنسي أو أمريكي أو بريطاني أو صيني مثلا. طيب ثم أمر بكتابة كافة التفاصيل. والله يعني هذا يطابق العقود الحديثة. العقود الحديثة كان فيها يعني تفاصيل كثيرة، فيها تفاصيل كثيرة. لذلك قال تعالى ولا تسأموا
أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. صحيح هنا المقصود المبلغ، ولكن أيضا لا تسأموا أن تكتبوا التفاصيل الدقيقة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ليكون كل شيء واضح، وبالتالي تجد أن عقد بيع المنزل مثلا في تفاصيل كثيرة الإنسان العادي لا يفهمها، رجال القانون يفهمونها، كل كلمة لها معنى. لذلك هنا أمر من الله أن نكتب بالتفصيل كل شيء ليكون الاتفاق واضح تماما، لأن العقد هو اتفاق بين طرفين، ليكون الاتفاق واضح ليس فيه لبس، لا يحتمل أي تفسير آخر، وبالتالي يكون العقد سليما. يقول خبراء القانون هنا أيها الأحبة، إن أهم ركن من أركان العقد هو الأجل. عقد بلا أجل ليس له قيمة. يعني أنا مثلا أخذت منك مثلا منزل بثمن كذا، ولكن متى يتم التسديد لم أكتب، ليس له قيمة. يمكن أن يقول لك التسديد يوم القيامة مثلا. يعني إذن القرآن أكد على هذه الناحية، لم يغفلها، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، الزمن متى يستحق هذا العقد. أنت أخذت بضاعة ستسدد ثمنها بتاريخ كذا، أنت اشتريت بيت سأسلمك بتاريخ كذا، نظام الدفعات بتاريخ كذا، كل شيء مربوط بالأجل. حتى العقود التي تتعلق بالعمل، هذا العقد مدته سنة، سنتين، شهر، 10 سنوات، الأجل مهم، لم يغفله القرآن. طيب، القوانين الحديثة تقول إنه ينبغي على الكاتب العدل أن يكتب الحقيقة كاملة ولا يتواطأ مع أحد الفريقين على حساب الآخر. الكاتب العدل يقسم قبل أن يوضع في هذا المكان، يقسم، كل دولة على طريقتها طبعا، أنه سيكون عادلا ولا يتواطأ مع أحد الطرفين ولا يغش ولا. هنا القرآن ماذا قال؟ لم يغفل عن هذه القضية، قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. القوانين الحديثة تقول إنه يجب الإقرار من قبل كلا الطرفين، وبخاصة الطرف الدائن أو البائع أو صاحب السلعة، وأن يكون الإقرار واضحا لا لبس فيه. والعجيب أن القرآن ذكر هذا الأمر، قال تعالى وليملل الذي عليه الحق. يملل، يكتب بالتفصيل، أي يردد العبارات التي تفيد بأنه موافق على عملية الدين أو البيع. يعني الكاتب يكتب ويتم إسماعه أن هذا البيت ثمنه كذا، أنت بعته بكذا، برضائك، بكامل قواك العقلية، بكذا بكذا بكذا، وهو يقول أنا قبلت وأنا بعت فعلا وأنا كذا، عملية تفصيلية كما يحدث الآن. ثالثا، نظام الولي والوكالة. هناك أشخاص ليس لديهم القدرة على البيع، وليسوا مؤهلين، مثل إنسان يتيم صغير، مثل إنسان سفيه، مثل إنسان مجنون، مثل أطفال مصابين، أجاز لهم القانون اتخاذ ولي أو وكيل ينوب عنهم في العقد. هذا الأمر لم يغفله القرآن، قال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل. تأملوا على قضية العدل، تأملوا معي على الدقة في قضية العدل والتأكيد، فليملل وليه بالعدل. يعني أيها الولي، لا تغش، لا تحيد، لا تنحاز إلى طرف ضد الآخر، لا تنحاز إلى مصلحتك الشخصية، بالعدل، لأن العدل أساس النظام القضائي الناجح.
بالنسبة لقوانين الوكالات في البلاد العربية طبعا والغربية، هو مأخوذ من القوانين الفرنسية وبعض الدول التي كتبت قوانين، حيث إن الناس ليس لديهم خبرة في أمور القانون فيلجأون إلى محام ينوب عنهم في متابعة القضية، مع العلم أن القرآن طرح هذا التشريع منذ 1400 سنة. اليوم كثير من الناس يعني ليس لديه خبرة بأمور القانون، بدلا من أن يذهب ويأتي ويصيغ العقد وهذه الإجراءات القانونية، ينوب عنه محامي. قال تعالى: أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه. وليه الولي يعني اليوم المحامي، أنت توكل محامي من الناحية القانونية، هو ولي نائب عنك، توكل أب، توكل مثلا أحد أكبر منك، كل هذا نظام الولي. فالولي أو الوكيل هو الشخص الذي ينوب عن صاحب العلاقة الأصلي، وهو ما نسميه الوكالة. طيب هذه قضية جميلة. نظام الشهود رقم 4 أيضا لم يغفله الله عز وجل، وفي نفس الآية، كل هذا في نفس الآية أيها الأحبة. نظام الشهادة مهم جدا لحل أي نزاع قانوني، هذا معتمد في كل دول العالم. أي نزاع ينشأ بين متخاصمين أو مجموعة متخاصمين، الشهادة لها دور كبير. هذا النظام تطور عبر السنين وتم وضع ضوابط. العجيب أن القرآن طرح هذا التشريع بل وأمر به، أمر، وهو أن يكون هناك شهود على أي عملية تجارية. ونظام الشهود معروف في القوانين الغربية ويعتبرونه من إنجازاتهم، مع العلم أن القرآن سبقهم إليه. قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. سبحان الله، كلمتين، ثلاث كلمات، وأشهدوا إذا تبايعتم، نظام كامل بثلاث كلمات. ثم يحدد عدد الشهود، يعني أقل عدد. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، شهيدين، إذا أعطاك أقل عدد، ممكن ثلاثة أربعة لا مشكلة، كله يؤيد يعني، ولكن أقل عدد اثنان. وتجدر الإشارة هنا أن القرآن ميز بين الرجل والمرأة، فالشهادة عملية دقيقة، يعني القرآن لا يستطيع أن يقول فاستشهدوا شهيدين فقط، لا، يجب أن يفصل من رجالكم. لماذا؟ لأن دماغ الرجل يختلف عن دماغ المرأة، فشهيدين من النساء أو شاهدتين من النساء لا يكفي، لأن المرأة عاطفية، عندما تستحضر المعلومات تستحضرها بعاطفتها. ونحن تحدثنا في دراسة بعنوان وليس الذكر كالأنثى، قلنا الدماغ له نصفين، والأنثى عندما تتذكر قضية معينة وبخاصة إذا كانت تتعلق بالمال وغير ذلك، فمراكز العاطفة تشارك هذه العملية من التذكر، ليس لأنها يعني غير قادرة على التذكر، لا، يعني بعض الباحثين قالوا إنها غير قادرة أو فيها نقصان، لا، هو النقصان أن دماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل ب15%، هذا نوع من النقصان، ولكن ليس هذا موضوعنا. موضوعنا أن المرأة عندما تتذكر قضية، الأجزاء المسؤولة عن العاطفة تشارك في عملية التذكر، تتأثر بعاطفتها. يعني إذا كانت تحب شخص لا تتذكر إلا الأشياء الجميلة. إذا كانت تكره شخص تتذكر الأشياء السيئة وتنسى الأشياء مثلا الجميلة، تتأثر، لأن المرأة أصلا مخلوق عاطفي يعني، وهذا أمر طبيعي. المرأة مختلفة عن الرجل، والرجل لا يستطيع أن يعيش مع رجل مثله، ولو كانت المرأة مثل الرجل تماما بدماغها وتركيبها وعاطفتها، الحياة مستحيلة، يجب أن تكون عاطفية ولها خصائص تكمل الرجل.
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. طيب ماذا قال القرآن هنا؟ قال يعني إذا لم تجدوا رجلين فرجل وامرأتان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ لأن دماغ المرأة قلنا أصغر بعشرة إلى 15%، وكفاءة دماغ المرأة في عمليات التذكر أقل. ليس لأن المرأة ناقصة، أنا أقول أيها الأحبة، وليس لأن المرأة يعني دماغها فيه مشكلة، لا بالعكس، هي أحيانا دماغها يشتغل أكثر من دماغ الرجل. يعني ليس القضية هكذا، القضية أن مراكز العاطفة تؤثر. يعني أثناء تصوير الدماغ بالجهاز الرنين بالمسحب المغناطيسي الوظيفي، دماغ الرجل يستطيع أن يتذكر الموقف بحيادية بمعزل عن عواطفه، بينما المرأة تشارك العاطفة ليس بإرادتها، يعني هذا طبيعة خلقها، والله هو أعلم بها. لذلك قال امرأتان. لماذا؟ لأن إحداهما تنحرف بتفكيرها بسبب عاطفتها، ربما تشفق على هذا الإنسان، تقول إنه لم يأخذ شيئا مثلا، الثانية تذكرها، يصبح احتمال الخطأ أقل. وهناك رجل، يعني رجلا وامرأتان، فأصبح لديك احتمال الخلل قليل جدا. يعني انظروا إلى دقة الكلام الإلهي. طبعا هنا أيها الأحبة، قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأنا قلت ذات مرة الرجل يأتي لوحده، بينما المرأة لا يجوز أن تدخل لوحده، يجب أن يكون معها امرأة أخرى تكريما لها، مؤانسة لها. يعني عمليات الشهادة أيها الأحبة مرهقة، نيابة عامة وقضاء وشرطة، ومرهقة للرجل مرهقة، فكيف للمرأة؟ المرأة مخلوق ضعيف حساس عاطفي. فامرأتان يؤنسان بعضهما يعني، وهكذا تكريم لها، كأنك تقول أنا سمحت لك أن تدخل إلى القاضي ومعك شخص بجانبك تستأنس به. يعني هذا تكريم وليس إهانة للمرأة، ولكن المشكك هو يريد أن يتكلم أي كلام، مهم أن ينتقد الإسلام. هنا أيها الأحبة، القوانين الحديثة تؤكد على ضرورة امتثال الشاهد للشهادة أمام القاضي، ولا يجوز له أن يتخلف، ويؤكدون أن ذلك ضروري لنجاح عملية العدالة. طيب هذا الأمر موجود في القوانين الحديثة، حضور الشاهد، ويعاقب إذا تخلف عدة مرات، يعاقب ويحضر بالقوة أحيانا. طيب هل أغفله القرآن؟ لا، انظروا معي، الله تعالى قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والله والله هذه الآية تكفي شاهدا على أن هذا الكلام هو كلام الله. هذا كلام واحد يحب النساء والمال والشهرة والسلطة والحرب. يا رجل، أليس فيكم رجل رشيد؟ فكروا قليلا. كذلك حدد القرآن نوعية الشهود، لأن القاضي لديه صلاحيات أن يرفض هذا الشاهد ويقبل، بناء على ماذا؟ ليس على مزاجه أو عاطفته، لا، بناء على مقاييس الصدق. قال تعالى ممن ترضون من الشهداء. ما معنى ترضون؟ يعني لا يجوز أن تحضر لي شاهدا مزيفا، شاهد يمكن أن يأتي لمصلحة شخص ضد شخص، لا، القاضي له دور في اختيار الشاهد المناسب، كل الأطراف لها دور، وبالتالي يجب أن تكون عملية فيها تراضي، وهذا الأمر عظيم جدا. هذا ما تقول به القوانين الحديثة، حيث يطلب القاضي من الشاهد أن يكون عدلا صادقا، ولا تقبل شهادة الكاذب. يعني من حق القاضي أن يقول له أنا أعرفك أنت كاذب، لا أقبل شهادتك. كل هذه التفاصيل في آية واحدة، آية واحدة أيها الأحبة. خامسا، نظام التجارة الحاضرة. ماذا يعني التجارة الحاضرة؟ قال تعالى
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أنا أذهب لأشتري هذا الشيء، أدفع وأستلم، هذه تجارة يومية لا داعي لكتابتها. إذن لو لم يقل هذه العبارة لكنت إذا اشتريت بقرش يجب أن تكتب، وهذه عملية مرهقة. لذلك قال تعالى تسهيلا على الناس إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. لذلك القرآن وضع أساسا للعمليات التجارية أيضا، سبحان الله. والقرآن يؤكد دائما على نقطة مهمة في القوانين الوضعية، وهي أن الله تعالى يعلم كل شيء. آخر شيء ختم قال والله بكل شيء عليم، وضع لك رقابة داخلية على نفسك، رقابة ذاتية. هذا لا يتحقق في القوانين الحديثة. في القوانين الحديثة كلما كنت ماهر أكثر في استخدام الحيل وخداع الآخرين تستطيع أن تخدع القضاة، تلتف على القانون لتهرب من الحق الذي عليك. هنا الله ختم الآية وقال والله بكل شيء عليم، يعني أنت تستطيع أن تتحايل على البشر ولكن لا تستطيع أن تحتال على الله عز وجل أو تخدع الله سبحانه وتعالى. فعندما تدرك أيها البائع أو المشتري أن الله يعلم ما تفكر به ويعلم نيتك وسوف يحاسبك عليها، والعقوبة نار جهنم، هنا العقوبة نار، عندها لابد أن تنضبط وتطبق ما أمرك الله به، وهنا تتجلى روعة هذه القوانين الإلهية. طيب نظام الرهن أيضا هذا مهم في العمليات التجارية، الرهن. وربما نتذكر الأزمة المالية العالمية وأحد أسبابها إساءة هذا النظام وعقد صفقات وهمية. ما سبب الخسارات التي نراها في ما يسمى بالأسهم وكثير من يعني معظمها ربا، سببها عقد صفقات وهمية مع البنوك مما أدى إلى انهيار النظام المالي العالمي عام 2008 على ما أعتقد. ماذا قال تعالى؟ قال فرهان مقبوضة. إذن هذا النظام سبق القانونيين في الغرب، وكما قال تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. القوانين الوضعية اليوم لا يوجد فيها وليتق الله ربه. وضع لك رقابة ذاتية، أنت تراقب نفسك، هذا غير موجود في أي قانون في العالم. كل قوانين العالم اليوم التي وضعها الإنسان يهددك بالسجن، بالاعتقال، بالغرامات، إلى آخره. هنا القرآن قال وليتق الله ربه، أنت راقب نفسك بنفسك، جعل على كل إنسان رقيب، سبحان الله. في المحاكم لدينا بند اسمه إساءة الأمانة، يعني القوانين تحاول أن تجعل الناس أمناء، ولكن المتاح أمامهم إما غرامة أو سجن. ولكن هنا قال تعالى وليتق الله ربه، نظام حماية الشهود وعقوبة الشهادة الكاذبة. المشرعون يؤكدون حديثا على ضرورة الاهتمام بموضوع الشهود، وهذا الموضوع أخذ مساحة كبيرة من المؤتمرات والمناقشات وتحسين حماية الشهود، حتى أن بعض القانونيين يعتبرون أن نظام القضاء لن يكون ناجحا من دون تأمين حماية كافية للشهود وعدم خوفهم من بطش أحد الفريقين المتخاصمين. نظام كامل لحماية الشهود. طيب هل أغفله القرآن؟ لا، استمعوا معي. قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، ستصبح فاسقا، والفاسق لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة فاسق. إبليس كان من الفاسقين، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الفاسقين. هل تحب أن تكون مثل إبليس؟ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم
إذا هددت كاتب ربما تقع عليك عقوبة نار جهنم والعياذ بالله. مجرد تهديد إنسان بريء. طبعا هنا أيها الأحبة، الشاهد أحيانا لا يقول الحقيقة كاملة. حتى الشاهد لم ينسى الله أن يأمره بالعدل ويأمره أن يقول الحقيقة كاملة. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ستدخل في الإثم وربما تدخل في غضب الله وفي نار جهنم. فتجد أن المؤمن الحقيقي يخاف من الله. إذن هنا أيها الأحبة، القرآن أمر بحمايتهم وأمر بأن الشاهد يجب أن يقول الحق. طيب الآن أطول آية في القرآن، انظروا، هذه هي الآية. طبعا أنا كتبت هنا آيتين، 282 283، نص عبارة عن صفحة، يعني صفحة، هذا النص يمثل صفحة واحدة فيه كل عمليات التوثيق وحماية الشهود والقول الحق إلى آخره. طيب ما هذا الإعجاز؟ طيب أحد المشككين يقول هذا كلام فارغ. طيب أعطنا، اكتب لنا في صفحة واحدة نظاما شبيها بهذا، هل تستطيع بأي لغة كانت؟ ليس من الضروري أن يكون باللغة العربية. إذن أخي الحبيب، هنا أشياء ملفتة للانتباه في قوله تعالى: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يعني هنا هذه الآية موضوع التقوى يتذكر، ولا يبخس منه شيء. إياك أن تخطئ في حرف. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. التقوى يؤكد على التقوى. التقوى دائما أيها الأحبة شيء عجيب والله. مشكلة القوانين الوضعية أنه عند غياب الرقابة والإنسان يستطيع أن يهرب من العقوبة، تجد أنه ينصب، يأكل المال، يؤذي، يظلم. القرآن وضع لك رقابة ذاتية على نفسك وذكرك أن الله يراك ويعلم كل شيء. كل خبراء القانون عاجزون عن جعل الإنسان ينضبط. كيف ينضبط؟ إنسان أمن العقوبة ولا أحد يراه، يستطيع أن يفعل أي شيء. ولكن عندما تعلم أن الله يراك، هنا أيها الأحبة، هذه القوانين لها حكمة، لها هدف، لها توجيه. لذلك وضع لنا ثلاثة أهداف من هذه القوانين. ماذا قال؟ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. 1 2 3 يعني حتى أن يعني انظر، القوانين أحيانا تضع لك الهدف منها. لماذا وضع هذا القانون؟ ما الذي يخدمه؟ ما الذي يحققه؟ القرآن وضع لك الهدف، لم يغفل عنه، لم ينسى. ذلكم أقسط عند الله، يركز على موضوع العدل. وأقوم للشهادة، يعني شهادة دقيقة. وأدنى ألا ترتابوا، لكي يذهب الريب والشك من أنفسكم. ذلكم أقسط عند الله، يضع القرآن دائما العدل في المقدمة. العدل مهم جدا، بينما القوانين الوضعية التي تهمل وجود الخالق تقول لك السجن والغرامة. إنسان مجرم، ما الذي يهمه؟ مغتصب، قاتل، سيهتم بسجن أو بغير سجن؟ أما هنا القضية مختلفة، أنت تقول له نار جهنم، إله يراقبك. وأقوم للشهادة، إذن هذا الهدف يحدد الطريقة المثالية للتعامل لتوضيح الشهادة. الشهادة دقيقة جدا ومهمة.
معظم النزاعات التجارية اليوم تحدث نتيجة غموض العقد والتباس ذلك على الشهود. القرآن كان حريصا على التدقيق على هذه النقطة، أي ضرورة إحكام الشهادة ووضوحها وتوثيقها وضمان عدم الالتباس والابتعاد عن الأخطاء. وأدنى ألا ترتابوا هدف مهم جدا لدفع أي شبهة أو خطأ أو ارتياب. ويقول القانونيون والمشرعون من الضروري جدا أن تتم كتابة العقد بوضوح كامل مراعية كل التفاصيل، وأن يتم دفع أي ارتياب يمكن أن يحدث. ونقول أليس هذا ما أمر به القرآن؟ طيب بالله عليكم أنا أود أن أتساءل في نهاية هذا اللقاء. النظام القرآني يتميز بأنه صادر من الله، يمثل أمرا إلهيا، من تركه فقد أثم ومن فعله أخذ الأجر والثواب. تصور أنك تقوم بتجارة وتكتب عقد وأنت لك ثواب من الله، لأن هذا أمر إلهي. كم المؤمن يكون سعيدا في كل لحظة، سعيد كل لحظة سعادة. والله أيها الأحبة، كل سلوكك فيه سعادة لأنك تلتزم بأوامر الله. في القوانين الوضعية لا نجد هذا الكلام غير موجود لحماية الحقوق. طيب قد يقول قائل، كيف يمكن بكلمات قليلة أن نختصر كتب القانون التي تملأ المكتبات والجامعات؟ نقول إن المسلمين بفضل هذه التعاليم القليلة بكلماتها ولكن عظيمة بأثرها استطاعوا أن يفتحوا العالم، أن يحققوا العدل بشكل لم يحققه أحد من قبل على مر العصور، وهذا بسبب الأثر العظيم لتعاليم القرآن. عندما ابتعدنا عن هذا الكتاب وعن تعاليم الخالق ركبتنا الهموم وأصبحنا أكثر الأمم تخلفا، كما قال النبي، غثاء كغثاء السيل. للأسف بسبب ابتعادنا، الغرب يطبق جزء من القرآن اليوم، من تعاليم القرآن للأسف. طبعا هنا أيها الأحبة، يعني بالله عليكم أنا أتساءل، هل يمكن لإنسان يتهمونه بالتخلف والإرهاب أن يأتي بمثل هذه التشريعات التي تعمل بها اليوم كبرى الدول؟ إنه دليل صادق لقول الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير لقوم يؤمنون. طيب إنسان عبقري يأتي بهذه التعاليم الدقيقة في عصر الجاهلية، عصر الأمية، ثم يقول هذا ليس من عندي، من عند الله، وأنا سأعود إلى الله ومهمتي هي إبلاغ الرسالة. يا أخي واضح دليل صدق النبي، واضح والله. وأنا متأكد أن كل مشكك وكل إنسان سواء كان ملحد أو مشكك هو في قرارة نفسه والله يعلم إن هذا القرآن هو الحق، ولكن ينكر ويجحد، كما قال تعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ويبقى السؤال، من أين جاء هذا النبي الكريم بتشريعات دقيقة واختصرها في آية واحدة لو لم يكن رسولا من عند الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المعلومات أيها الأحبة، وأن يعيننا على تطبيقها، وأن يزيدنا يقينا، لأن التدبر والتعمق في القرآن هدفه زيادة اليقين، زيادة الإيمان. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.